تنظم الحكومة الهولندية مهرجانا في مدينة برايد الهولندية للاحتفال باليوم العالمي لذوي الشعر الأحمر أو الأصهب، وكسر المهرجان الرقم القياسي لجمعه أكبر عدد من ذوي الشعر الأحمر في مكان واحد. وذكرت صحيفة ديلي مايل البريطانية أن ما يزيد عن 5000 شخص من ذوي الشعر الأحمر ومشتقاته من مختلف أنحاء العالم قد تجمعوا للاحتفال بيومهم. وقد تخلل هذا المهرجان العديد من الفعاليات كعروض لفرق موسيقية وعروض أزياء ومعارض فنية وغيرها من الفنون التي قدمها ذوي الشعر الأحمر. يذكر أن بداية هذا المهرجان تعود إلى عام 2005 عندما استدعى الرسام الهولندي بريت رونوريس نماذج من الشخصيات بشعر أحمر، لأنه أراد رسم 15 شخصا بشعر أحمر، وبعد إعلانه قدم أكثر من 150 شخصا للمشاركة. ليتحول مع السنين إلى مهرجان حكومي تحت رعاية الحكومة الهولندية. إذا نال الفيديو إعجابك لا تنسى دعمنا وقم بمشاركته مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.